مرحبا، اسمي سر القزويني، ممثلة عن فريق أزمة الظل. فريقنا يتناول موضوع تفاقم العنف الأسري في ظل أزمة كورونا، وكيف سيقف ذلك عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. واجهنا الكثير من التحديات، فهو مثل اسمه مخيم، أو أنا أعتبره معسكر. أكبر التحديات التي واجهناها أننا كفريق ليس لدينا أي معرفة مسبقة ببعض، وهناك فرق كبير في التوقيت. ومنتجنا البصري هو عبارة عن قصة عائلة عراقية، قصة بيت أبو صالح. هي قصة خيالية لكنها تمثل الواقع إلى حد كبير وللأسف.